في مجموعه من الاخبار بالنسبه لديانج، انتظم في المران الجماعي. كابتن سعد حفيظ اتكلم عن انتظام السداسي المنتخب الاول، وفي تدريبات تاهيليه لنيدفيد ومحمود متولي خلال الفتره القادمه. لكن مزيدا من التفاصيل في هذه اللحظات، معايا على الهاتف زميلي العزيز كريم احمد مراسل لقناه النادي الاهلي، كان حاضر التدريب النهارده عشان نعرف منه ابرز الجديد والكواليس في مران اليوم، خاصه ان بكره هيكون في تدريب صباحي قبل السفر ان شاء الله الى السودان. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد، برحب بيك وكل التحيه لك ولكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، عايز اطمن منك طبعا على اخبار الفريق النهارده في التدريب، التقسيمه الاساسيه، ابرز الملامح اللي شفتها في مران النهارده، ولو في اخبار جديده بخصوص المران ومران الغد والبرنامج قبل السفر الى السودان. بالتاكيد طبعا يا محمد، يمكن زي ما انت قلت العد التنازلي بدا بالنسبه طبعا للمباراه القويه جدا اللي بيستعد لها النادي الاهلي بكل قوه وبكل جديه. انت عارف يمكن في نقص عددي بالنسبه للافراد اللي خاصه طبعا باللاعبين، ويمكن موسيماني كمان بيدعم ببعض اللاعبين من قطاع الناشئين، لكن كله يمكن في اطار طبعا الاستعدادات واطار الجرعات التدريبيه. النهارده يمكن اقدر اقول لك عادته بيتسو موسيماني طبعا محاضره فنيه كانت في منتصف الملعب، اتكلم عن اهميه المباراه واكد الروح الكبيره والشخصيه اللي كنا فيها في مباراه فيفا. لو قدرنا ان احنا نستغل هذا الموقف من جديد نقدر ان احنا نحقق نتيجه كبيره في السودان. حذر من الرغبه اللي عند السودان الكبيره المريخ السوداني، قال ان لو في جمهور او مش جمهور كل الامور دي بالنسبه لنا مش هتبقى عائق على قد ما احنا عندنا هدف كبير، وهو ان شاء الله الحصول على هذه النقاط او التعادل كمان يا محمد زي ما انت قلت يقدر يحسم لنا بشكل كبير جدا التاهل لدور ربع النهائي. النهارده يمكن نقدر نقول 60 دقيقه او اكثر من 60 دقيقه للتدريب النهارده لفريق النادي الاهلي، جرعات فنيه تدريبيه كلها خاصه طبعا بالتكتيك، لكن بقول لك يمكن النقص العددي مؤثر شويه. طبعا الراجل بيشرح وفي عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي متواجده في المران، لكن هو طبعا منتظر اللاعبين اللي هتعود ان شاء الله في تدريب الغد. عندنا عدد كبير من اللاعبين النهارده، شفنا مصطفى شوبير بيعود من المنتخب الاولمبي، وايضا كمان اكرم توفيق لكن ما شاركش اكرم النهارده في التدريب، طاهر محمد طاهر منتظرين، وصلاح محسن شارك في جزء من التدريب. فاكيد الشكل الكامل والجرعه التدريبيه القويه جدا اللي هتكون بكره ان شاء الله زي ما انت عارض كده محمد انها هتكون قبل انطلاق فريق النادي الاهلي الى مطار الطائره. الطائره طبعا هتكون 4 عصرا، لكن تدريب فريق النادي الاهلي غدا هيكون في 10 صباحا. ديانج زي ما انت قلت طبعا برضو متواجد وقد تدريب بسيط النهارده اطمن عليه، يمكن كان في جلسه سريعه جمعته مع بيتسو موسيماني والكابتن طاهر عبد الحفيظ، لكن على الجانب الاخر الدولي ايضا والتر بواليا اللي هو هيكون متواجد بقى يلحق وبعثه النادي الاهلي الى السودان بالتنسيق طبعا مع الكابتن طاهر عبد الحفيظ، والدوليين كلهم هيكونوا متواجدين جدا. المسحه الطبيه الحمد لله يعني عندنا اخبار طبعا ان شاء الله ان ما تحبش اي حاجه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، سواء لعيبه المنتخب الاولمبي وايضا لعيبه المنتخب الاول طبعا ولعيبه النادي الاهلي بالنسبه لاوبريه في امس، لكن لسه منتظرين بقى القرار الرسمي يكون طبعا من خلال المركز الاعلامي ومن خلال ايضا كمان شاشه قناه النادي الاهلي. كبر محمد طيبه جدا للاعبين، ايمن اشرف بيأدي اداء مميز جدا مع وليد سليمان، اطمنا عليهم جاهزيتهم الفنيه عاليه جدا وكانوا ظاهرين بشكل مميز. يا رب بس يحافظ على اللعيبه الايام القادمه، ومع تدريباتنا ان شاء الله اللي هتكون في السودان، لان مباراه مهمه ومحتاجين كل جهد لعيب في هذه المباراه يا محمد ان شاء الله. قدامنا يا كريم ناصر ماهر ووليد سليمان ان شاء الله هيكونوا موجودين مع البعثه باذن الله في السودان. احنا بنتكلم بقى خلاص عن النهارده ان التمرين كان في مجموعه يعني عدد اكبر شويه من المجموعه اللي كانت موجوده الفتره السابقه بسبب انضمام عدد لعيبه كتير جدا في المنتخبات الافريقيه، سواء المنتخب الاول في مصر او الاولمبي او حتى منتخب مالي، منتخب تونس علي معلول، عندك كمان عدد كبير من اللعيبه الدوليين في منتخبات الاخرى. النهارده العدد في التقسيمه كان اكبر شويه من الغيابات الفتره الاخيره، وناصر ماهر والمجموعه دي ممكن ان شاء الله تكون وليد سليمان كمان بنسبه كبيره موجودين في بعثه الاهلي في السودان. بالتاكيد يا محمد، يمكن اقدر اقول لك العدد النهارده كان يعني ازيد سنه، يمكن ساعد شويه الراجل في التقسيمه اللي بيحاول طبعا زي ما بقول لك بيحفظ اللعيبه بعض الجمل. الراجل يمكن بيقرا بشكل كبير جدا وقرا بشكل كبير لفريق المريخ الثاني الثغرات النقط نقاط القوه والضعف المساحات اللي بيشتغل عليها او عايز يشتغل عليها بالنسبه للتكتيك اللي هيقوم بيه. فالنهارده نقدر نقول التقسيمه كان فيها بعض طبعا الوقوف المستمر اللي بيتسو موسيماني ساعده شويه العدد، لكن انت عارف يا محمد احنا عندنا اكشل سليه الشناوي ومحمد هاني ياسر ابراهيم محمد شريف، كل اللعيبه طبعا اللي كانت متواجده في منتخبنا الاول هيكون ليها دور كبير جدا في التشكيل الاساسي ان شاء الله باذن الله، لكن عايزين نطمن عليهم كمان يا محمد. انت عارف الكل ما بيشتكيش الحمد لله، وشفناهم كانوا ظهروا بشكل مميز وطيب جدا بالنسبه للمنتخب، لكن انت عارف برضه على ارض الواقع وما يكون فيس تو فيس مع طبيب النادي الاهلي كده احمد ابو علا يتكلم معاه اي حد شعر باي حاجه، هي دي بس النقطه
اللي بتشغل شويه الجهاز الطبي والجهاز الفني نادي الاهلي، لكن النهارده الجرعه التدريبيه كانت قويه، بكره ان شاء الله مش هتبقى جرعه قويه، لان انت عارف طبعا في حساب للسفر، هي السودان مش بعيد، انت عارف ساعتين ونص ثلاث ساعات بالظبط، لكن هتكون جرعه طيبه جدا بكره ان شاء الله، يقدر يستفيد منها النادي الاهلي وربنا يوفقهم ان شاء الله في رحله السودان، ونقدر ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه تساعدنا بشكل كبير في البطوله الافريقيه. زميلي محمد، اخر سؤال يا كريم، صلاح محسن انا شايفه قدامي في الصوره بيتمرن مع الفريق، اصبح خلاص جاهز وبيتمرن ودخل تقسيمه جماعيه كمان؟ صلاح يعني انت عارف طبعا بعض الالام اللي كانت عنده في العضله الاماميه الفتره اللي فاتت، يعني برضه كان في بعض الالام عنده، لكن الاطمئنان النهارده كان بشكل كبير جدا عليه. الدكتور احمد ابو عبله على طول الحقيقه رئيس الجهاز الطبي، اي لعيب بيبقى راجع من المنتخب او راجع من الاصابه بيطمن عليه بشكل كبير. صلاح جاهز ان شاء الله، ويا رب كل دور كمان مؤثر، واحد من اللاعبين المميزين جدا باذن الله، ان شاء الله كل لعيبه تكون على قلب رجل واحد ان شاء الله في هذه المباراه. زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي كان موجود في التدريب، بشكرك شكرا جزيلا وعلى كل المعلومات والايضاحات اللي وضحتها لنا من خلال المران الاساسي لفريق النادي الاهلي. كل ما العناصر الاساسيه تكون موجوده تحت رؤيه ومتابعه بيتسو موسيماني خلال الفتره اللي جايه هتفرق كتير جدا، لان داخل على مباريات حاسمه ومباريات فاصله. والشيء المميز كمان اللاعيبه الدوليين بالامس، هدف لمحمد شريف، صناعه لعب اكتر من هدف لمحمد مجدي قفشه، محمد الشناوي حارس مصر الاول، فبنتكلم على العناصر الدوليه كمان اللي راجعه للنادي الاهلي، ان شاء الله تكون في مستوى جيد وبنفس الايقاع اللي كان ظاهر في مباراه المنتخب، ان شاء الله يكونوا على نفس المستوى واعلى كمان مع النادي الاهلي في المباراتين المقبلتين، مباراه المريخ ومباراه سيمبا التنزاني ان شاء الله.